مساء الخير مشاهدينا، اهلا وسهلا بيكم في كل بيت وكل مكان. معاكم نسمة البغدادي من برنامج ضجة. زي ما عودناكم، برنامج ضجة بيناقش كل المواضيع الاجتماعية وايجاد الحلول ليها. اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين. الحلقة النهاردة عبارة عن حالة غير مألوفة، موضوع مثير جدا. طبعا كلنا عارفين ان الام هي الامن والامان والسكينة اللي بتلم ولادها وبتخاف عليهم، وكلنا عارفين ان الطفل ما بيحسش بالامان الا في حضن امه. لكن لما نلاقي ان طفل لا يتعدى عمره 13 سنة يحاول الانتحار عشان ما يروحش لامه، ولما الطفل يحس بالخوف والذعر والتشتت مع امه، ولما نعرف ان الاطفال مهددين بضياع مستقبلهم مع امهم، يبقى لازم ناخد خطوة ونظهر معاناة الاطفال دول. هنعرف دلوقتي القصة كاملة ومعاناة الأولاد دول حاليا مع أمهم بعد وفاة الأب، وإزاي ده حصل من أبطال القصة الحقيقيين. ومعانا النهاردة زوجة الأب وأحد الأبناء، ومعانا السيدة هالة محمود مرسي والابن سعيد إبراهيم محمد. أهلا بيكم. أهلا بحضرتك. احكي لنا بقى القصة من البداية. أنا كنت متجوزة واحد وهو شغال سواق ميكروباص، وحصلت لي مشكلة صحية ما قدرتش بعديها ان انا انجب غير بنتي الكبيره، واتفقت مع جوزي وان هو يتجوز تاني عليا، وقفت جنبه وكان رافض الفكره جدا، بس عشان انا ما اخدش حقه ان هو يبقى عنده اطفال تاني وان انا ما اظلموش. وقفت معاه انا وصديقاتي كتير معايا في المسجد، حاولنا معاه واقنعناه بالقوه ان هو يتجوز، وفعلا اتجوز ورحت سافرت بلد واخترت له عروسه بنفسي وما كانش شافها ولا يعرفها. والناس رحبوا بيا وكانوا في الاول فاكرين ان انا بهزر معاهم، وبعد كده لما جم بيتي اكتشفوا ان انا فعلا الفكره فعلا واخداها ان هي واخداها جد. وتمت الجوازه واثمرت الجوازه دي عن بنت ربنا كرمها ان هي تكون تعبانه شويه. الام كانت بتهمل فيها ان هي ما بتاخدش الحديد او الحاجات الخاصه بيها، فالطفله طلعت عندها ميه على المخ. تمام. فالام ما تحملتش تعبها او ما تحملتش ان هي تقوم معاها، وحصلت مشاكل ما بين الزوج والزوجه وما بين مرات جوزي وجوزي، وكانت حامل في ولد تاني غير البنت، وسابت البيت ومشيت، هربت من غير ما جوزها يعرف او اي حاجه. رحنا البلد عشان نتكلم معاها، حصلت مشاده هناك واتخانقنا ووصلنا لحد القسم، والموضوع فضلت هناك في بلدهم، والبنت اللي هي المريضه فضلت عندي في البيت. فجوزي قال لها طب خدي البنت، قالت انا ما اقدرش اتحمل مسؤوليتها، خدوها خلوها عندكم. بعدين احنا ودينا لها البنت البلد، بعد كده عرفنا ان البنت عندها نزله معويه وانسداد معوي شديد. فابراهيم كلمني فقلت له لا، احنا نروح نبص على الموضوع ده، وفعلا رحنا اتخانقنا تاني وضربونا هناك، ورجعنا خدنا البنت ورجعت بقى بالبنت. ساعتها البنت كان عمرها قد ايه؟ البنت كان عندها 7 شهور، في الوقت ده كان عندها حوالي 7 شهور. وكانت يعني كان في اهمال شديد من جانب الام جدا، كانت البنت كانت بتنزف اساسا، بتعمل حمام براز بتاعها بيزيد بالدم. مفيش مبالغ او حاجه ان هي تصرف على البنت او لا 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 لا، جوزي كان كويس والحمد لله راجل محترم وراجل طيب وكل حاجه تمام. فاخدت البنت ونزلت بيها ابو الريش، قال عندها انسداد معه في ولازم يتعمل لها عمليه، وفعلا عملت لها العمليه اللي الدكاتره قالوا عليها. وفوجئت ان الام سابت البيت ومشيت، سابتني وهي كانت حامل، سابت البيت ومشت، وسابت لي البنت، وسابت لي البنت في المستشفى. ادي بتاريخ البنت، التاريخ العمليه بتاعتها، دي الاشاعات بتاعتها، وسابت لي البنت في التاريخ ده، البنت مواليد 28/3/2006، والتحاليل بقى 2007، ومستشفى الاطفال فعملت لها العمليه، والعمليه فشلت لان البنت كان عندها سداد معوي جديد اول ولازم عمليه جراحيه. وانا بصراحه خفت اخد التجربه دي وامها مش موجوده، فروحت بيها وعرضتها لدكتور تاني اخصائي، حجزني في مستشفى تاني ورحت فعلا وعملت. مين اللي عمل ده؟ انا الاولانيه. فانا يعني البنت ملهاش ذنب، اولا دي طفله من رحمها هتجيب روح، صح، ملهاش، وهي بنت جميله جدا، صح. المهم كان خلاص الموضوع ده خلص، ففوجئنا ان البنت عندها ارتخاء كامل، ما بتتحركش، اشعارها وما بيموتش، سنانها واقعه، فمش عارفين في ايه. فروحنا عرضناها لدكتور مخ، عرضتها لدكتور مخ 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 واعصاب، قال لي ما تنفعش، انت لازم تروحي بيها المعهد القومي للبحوث ان البنت دي منغولي. بنفس اللفظ. يعني ايه حضرتك؟ قال لي منغولي، لازم تروحي بيها
تروح بقى للمعهد القومي للبحوث. ورحت المعهد ده موجود في الدقي، رحت كان كشفه لسه 53 جنيه كلام فارغ. رحت المهم وعملت وكشفت لها، قالوا ده البنت لازم تعمل حاجه اسمها كرموزات. عملت كرموزات، عملته في والام ما كانتش موجوده. لا لا لا، الام سابت البنت خلاص الموضوع خلص. لما اتصلت بالتليفون وانا بلغتها قالت لي خلي العبيطه تنفعكم، والله العظيم قسم بالله هذا بنفس اللفظ. يعني الام بتخلف بس وترمي وما ايوه ملهاش دعوه بالله، ما فكرتش انها تيجي تزورها. لا لا لا، كان معاها الطفل ده ما فكرتش انها تيجي تزورها. بعديها الولد دوت بعديها بحوالي سنتين كده وحاجه، سمعنا بقى ان ايه في هناك في يعني ابراهيم عايز يشوف ابني، يعني عايز يشوفه طبعا. اه بيبعت له شهريه او بيبعت له هدوم، بيبعت له عجل، بيبعت له حاجات ان هو هيشوفه، عايز ابنه يتربى في حضنه. طبعا اكيد طبعا. فكلمت انا وهو قلت له ابراهيم طب ما نروح لاختك ونشوف الدنيا فيها ايه ونروح نقابلهم. وفعلا رحت وقصرنا عليهم وعرفنا ناخد الام بقى. طبعا ان احنا مضينا على وسط ب 10,000 جنيه اللي هو تم تحصيله. تم التحصيل مننا بناء على الولد رجع 10,000 جنيه. اه تمام. المهم الولد رجع وتم التحصيل ال 10,000 جنيه وخدنا الولد وخدنا الام ورجعنا. اه استمرت الحياه كتير، هي شهر ونص واختلقت نفس القصه اللي كانت بتختلقها وسابت البيت ومشت. ده في كل مولود هي بتولده بتسيب البيت وتمشي، تولد وتسيب البيت وتمشي. لا بتحمل بس، بتقعد عندنا تحمل بس. تحمل بس او مجرد ما تثبت الحمل او انها حامل تمشي. وهي جايه بقى في السوق هناك مع والدتها مع حياتها هناك، عايشين هناك في نظام الاسواق، يبنوا بيوت يشتروا اراضي. لكن اخر حاجه بالنسبه لها هي هي الطفله. اخر حاجه بالنسبه لها هي الاطفال. طب ومستقبل الاطفال دلوقتي؟ مستقبل الاطفال بهو ده في ايد الله يا حضرتك ونعم بالله. هي معاها كام طفل؟ هي خلفت بعد كده ما خدت محمد وخلاص مشيت حامل، قعدت بقى لما الولد ده بقى عنده 4 سنين وشويه هناك، 4 سنين ونص او 4 سنين و6 شهور او اكتر، وكان معاها طفل، وكان الطفل اللي مشيت حامل فيه ولدته هناك. ولدته هناك في عندهم في البلد، وكان الطفل عنده 10 شهور. ابتدينا نلاحظ على ده سلوك غير سوي. احنا بنروح نزوره بصفه دايما. بنشتري له حاجات وبنجيب له حاجات اللي هو عايزها. ده اللي هو السلام اللي هي سلامه الفلوس بيه. تمام. ودي صوره منه. مقابل ايه الفلوس؟ مقابل ان الولد يرجع، ان الولد ترجع بيتها بيت ابوها. مقابل اللي هو يعيش مع والده. اه يعيشوا يوم كلهم يجوا هي كمان تيجي. يعني هي بتاخد فلوس عشان هي الولد يعيش مع والده. اه يعني هي طالما قعدت عندهم لا هاتوا فلوس نرجعها لكم. يعني معقوله؟ خلاص يا فندم، ما هو الورق كله بيتقال في عطب عند قطب بصمتها. مفيش ورق بيتقال مرسل. اكيد اكيد. لما طلبت بالقايمه بتاعتها وهي في بيت ابوها من غير ما تتطلق، من غير ما ترفع قولها او تتطلق، وخدت حبس على الزوج، خدت حبس على الزوج. وعرفنا في بعض انها خدت حبس على الزوج. رحنا اتكلمنا مع المحامي بتاعها وعرفنا القايمه بتاعتها قد ايه، ودفعنا قيمه القايمه واستلمنا، والمحامي نفسه تنازل عن القايمه. وهي لسه على ذمته، ورجعت تاني وهي على ذمته. يعني خدت فلوس القايمه وخدت الفلوس دي ورجعت تاني عاشت تاني معانا وهي على ذمته البيت. من غير القايمه، القايمه دي كانت خلصت خلاصنا. لقينا الولد ده بيتصرف تصرفات مش مظبوطه. يا جماعه في ايه؟ الولد ده ماله؟ قال ده قليل ادب مش كويس وبيعمل ايه وبيتشقى هنا وانا بضربه. طب مين اللي حرقه؟ يعني هو محروق هنا في دراعه. مين اللي حرقه؟ كان معاها ساعتها ولا ما اتحرق؟ اه كان معاها. حرق مين اللي حرقه؟ انا ما حرقتوش، هو حرق نفسه في البابور. شويه لقيناها مفتوحه راسه. يا بنتي في ايه؟ قالت ده وقع. يعني غير مؤهله لتربيه اطفال. لقينا الاطفال، لقينا سعيد ده شكله غريب قسما بالله. فابراهيم بقى قلت لي كان سعيد الزوج عايش؟ ايوه كان ابراهيم معايا. فقال لي لا الموضوع فيه حاجه، انا لازم اجيب عيالي. قلت له تعالى نقعد مع الناس الكبيره في البلد ونحاول. وفعلا قعدت وكلمت واتبهدلت واتبهدلت جدا يومها، وناس كتير في البلد عندها شاهدين على كلامه، اتبهدلت جدا. بس في نظري ان الاطفال دي ما تتبهدلش. خدت الاطفال فعلا واستلمنا العيال. طبعا كانت خطوبه اختها وخدت الدنيا، وبعد الخطوبه انا اللي يعني انا اللي اتكلفت بيها ووقفت معاهم وساعدتهم عشان انا ايه يعني يحصل تراضي ما بيننا ويوافقوا انهم يدوني العيال. وفعلا ادتني العيال وهي جت معانا وروحت. وخدتيهم وربيتيهم؟ اه وروحنا وهي كانت معانا. هي كانت معانا. عشنا بقى شويه كده وابتدى الشك يخش قلب جوزي. من تصرفاتها، من اسئلتها الجريئه في حاجات معينه. في حاجات غريبه. فابتدى الشك يخش قلب جوزي، وابتدى الولد ده نحس منه انه عنده حاله رعب، بيخاف منها. في رعب جواه بتبص. وبعدين نسمع ان الشقه هو فوق، الشقه فوق حاجه اتهبدت في الارض.
فبريم قال لي مش هينفع، انا لازم اشوف عيالي فيهم ايه. طبعا فعلا خد اخو ابنه واتكلم معاه، والولد قال صدمه. الراجل جوزي ما كانش عارف فيها دنيتها ايه، مش عارف يصدقها او يكذبها. فقلت له لا طب تعالى اقعد معاها واتكلم معاها، يمكن تكون ابنك كذب، ابنك شقي، ده انا يعلم ربنا، انا قلت الصدق. ففعلا كلمها تمام، وانا كلمتها تاني مسافه ليناش. طبعا حضرتك اي حاجه طبعا هتقوليها لازم يكون معاكي مستندات رسميه طبعا بيها وعلى مسؤوليتك. ايوه يا فندم. الولد بعديها بعد الموضوع ده على طول، بعديها على طول لما راح المدرسه ما كانش عارف يتعامل مع الطلبه هناك. انت بتتعالج في مدرسه؟ بتتعالج نفسيا يا فندم؟ ايوه في مستشفى العباسيه. مستشفى؟ انت مش عايز تروح لماما؟ لا. طب ليه يا سعيد مش عايز تروح لماما؟ يعني انا لو عندها ده اللي وصل انا على طول ومش مهتمه يعني، واللي احنا بنعالج الولد طول في العباسية في الواحه ما بتحسش بحنان كده يعني ان انت بتصعب عليها ساعه ما بتضربك او اي حاجه او لا؟ هي كانت بتحبسني في الشقه وبتخرج وتسيبني طول النهار وبعد كده تيجي على المغرب كده. طب ومين بتاكل ازاي؟ ولا مين كان بيحط لك اكلك؟ ما كانت بتيجي كان في رز جابه في الحله من تحت كنت باكله انا، كانت بتحطه محروق. ايوه يعني ما بيكونش في اكل اصلا في البيت وبتسيبكم من غير اكل والكلام ده. انت واخواتك طبعا؟ لا انا كنت انا واخويا الصغير. انت واخوك الصغير؟ طب وانت لما قعدت مع ماما هلا حسيت بايه؟ ايه الفرق؟ فرق كبير يعني، هي اهتمت بيها ودتني مستشفى العباسيه وتعالجت والحمد لله. وبتتعلم؟ اه الحمد لله. في احسن مدرسه؟ في مدرسه في مدينه نصر ما شاء الله. يعني اسمها الشهيد شادي مجدي، دلوقتي بقت تجريبي وبقت لغات وحلوه. اللي هو اخويا واختي فيها دلوقتي اللي هم يعني انت اللي ماسكه المسؤوليه وبتصرفي عليهم. ايوه. دخلهم مجمع تجريبي مدينه نصر، مجمع شيك جدا وكويس. ومعاكي كل الوصولات برضه بتاعت طبعا المدارس؟ أيوة والكلام ده المدرسين كلهم يعرفوني وبيحبوني، وكانت صدمتهم ان انا مش امهم. ما هي مستغربه. ما كانوش متخيلين ان في مرات اب. مديرة المدرسه قالتها لي، قالت لي خلاص ما خدت ولادها، اخد ولادها خلاص مش مشكله. اصل فعلا من انا هقول سعادتك على حاجه، لو دي ام انا بصي هبسطهولك قوي. انا النهارده هنا ليه؟ انا عايزه الولاد دي تكمل تعليمها. مش لازم القانون يدهاني انا. الولاد دي عندهم شقه مؤهله ونظيفه وكويسه، وعندهم انا يعني عندهم يعتبر دخل حلو، انا هوفره ان شاء الله. الام مين اللي بيضحي، الام ولا الطفله؟ الام طبعا. الأم. طبعا لو الام ضحت بالمكان اللي هي بتعمل فيه ولا عايشه فيه ده، وجت قعدت تحت ولادها وربتهم وعاشت لوحدها هي ولادها، وقدام العالم كله اتعهد ان انا الولاد دي مش رجع بيها اصلا، بس يبقوا في مكان كويس ونكمل الطريق، بيئه كويسه ومكان مؤهل كويس وعيشه كويسه. انا قلت في المعهد، انا قلت في لجنه الطفل، قلت لهم كده، لجنه الطفل، لجنه حمايه الطفل سالوني السؤال ده، قلت لهم انا مستعديه، قلت لهم مستعديه انا اشتغل وما اخشش على العيال دي اشوفها خالص ولا اي حاجه، بس اراعيهم دراسه. المهم يطلعوا، المهم يتكبروا ان شاء الله. المهم يطلعوا بس كويسين، مش عايزه اكتر من كده. انا مش عايزه اشوفهم. انا عندي ولاد بنتي ثلاثه، انا لو عندي، لو عايزه، لو محرومه من الاطفال، لو محرومه، انا عندي احفادي اهو جنبي، احفادي اربيهم، هي ثلاثه ولدين وبنت. ديتا انا بالنسبه ديتا انا جوز بنتي يعني بيعزني وبنتي بتحبني الحمد لله. تمام. سمعتي مع الناس كويسه. المشكله ان احنا قدام قضيه غريبه، ثلاث اطفال ابوهم مات، يعني الولاد ليها ولد اخي ثالث رابع. تمام. الاطفال دول لهم اخي ثاني، بصي منظره وبصي منظر اخوهم، فرق شاسع، تحس انه مش اخوات خالص، حاجه مدمره. تكلمي الولد معلش. يعني خدت طفلين. يا هي جت، انا يوم 13/10 اللي فات ده كنت قاعده في بيتي انا والولاد عادي زي طبيعتنا. انا ساكنه في الدور الاخير اللي قبل اللي بعد قبل السطح في بيت عيله. دخلت وانا قاعده، فالولد ده انا وقاعدين بناكل، وباخته راحت تدفع له مصاريف المدرسه، اديتهم 3000 جنيه عشان مدرستهم غاليه شويه. محمد مصاريفه غاليه والباص بتاعهم ب 1600 في السنه. فاديت لاختهم وصلات المدرسه، بس المدارس الخاصه تجريبي بتدفعي في المدرسه جزء وفي البوست الطبيعي بتاع الدوله. فقلت لنجوى خدي يا بنتي الفلوس دي ادفعيها في المدرسه وتعالي.
قالت لي ماشي يا ماما. في اليوم ده فعلا بنتي جت راحت تدفع الفلوس، لقيت دول طالعين على السرير قالوا لي يا ماما الحقي فلانه طالعه جده الولاد وخدته. اهلا وسهلا ازيكم زي بقى هم متعودين يجوا لي. انا بعد ما جوزي مات اتصلت عليهم قلت لها فلانه انا جوزي مات هاتي ابنك وتعالي اقعدي معانا. وقلت لها انا معايا الكلام ده يعني موثق مش بنقوله كده. قلت لها يا فلانه انا عندي المكان ودنيتنا مفتوحه وتعالي نربي الولاد سوا وانا هنفق عليهم. قالت لي لا ما ينفعش. جات لي مره واثنين وثلاثه واربعه، جت في الاربعين وفي الخمستاشر وفي الثالث وفي السابع رفضت انها تقعد، كانت بتيجي تبات معانا. تمام. مش رفضت التربيه. اللي حصل بقى يوم 13 كان ليه العجب. انا بعت انا عندي عربيه بتاعتي. قولي بس في عجاله عشان بس الوقت. خلاص كان عندي عربيه بتاعتي بعتها وكانت فلوسها كبيره، فهم عارفين انا بعتها وحطها في البيت. لقيتهم طالعين داخلين عليا بحسهم جايين زياره عادي زي ما كانوا بييجوا كل مره. فوجئت ان هي تخمين ومطاوي اتفتحت وشقه اتسرقت وفلوسي اتاخدت والاطفال اتسحلت من على السلم كانهم شويه غنم مش بني ادمين. استاذه عملتي محضر. عملتي محضر بالواقع استاذه هاله عشان الوقت خلاص. اتفضل احنا كده خلصنا. احنا بس بنناشد جميع المؤسسات الحقوقيه للاطفال بجمهوريه مصر العربيه برعايه هذه الحاله ورعايه شؤون الاطفال، تمام، سواء تعليميا او نفسيا او تربويا حتى يصلوا لبر الامان وايجاد حل قاطع وجذري لهذه الحاله. الاطفال اللي بيعتبروا مشردين وغير امنين على انفسهم. وشكرا لحضراتكم وان شاء الله يكون في خير باذن الله. باذن الله. وطبعا كل ده على مسؤوليه حضرتك الشخصيه. أيوة بس انا بنشد النائب العام يقف معانا. طبعا طبعا هنناشد جميع المؤسسات الحقوقيه لازم النائب وسياده النائب العام طبعا. لسياده الرئيس كذا مره طبعا غرفات كتير وقعدت حكايات كتير. اكيد ان شاء الله. أكيد. في روح قانون في روح قانون هتقف جنبك وهتراعي. لجنه الحمايه بتقول لك اتوصت ان انا اخد الاطفال اربيهم عشان هي شايفه ان انا احسن من اي حد. اكيد يا فندم. اكيد كله بالاوراق معاك.